رضا خالد عبد العزيز حجازي، مدير اداره المراجعه الاجنبيه بشركه النصر لصناعه السيارات، وعضو مجلس اداره الصندوق العميل الخاص بالنصر السيارات والهندسيه للسيارات. حضرتك جيت النهارده علشان تدلي بصوتك في الاستفتاء. اكيد طبعا. قلت ايه النهارده في الاستفتاء؟ نعم للبقاء، نعم للاصلح، نعم اللي ينفع بلدنا واللي يفيد بلدنا واللي يكمل المشروعات اللي عملها. احنا بنشكره على كل اللي بيعمله معانا، وربنا يديله الصحه والعافيه، وربنا يدينا شر الارهاب والارهابيين، ويخلي مصر ام الدنيا ان شاء الله، وحياة مصر. وانا ابني بالضبط مهندس قائد كتيبه في مرسى علم، وزوج بنتي قائد مهندس برضه في الجيش المصري ان شاء الله، سلاح الاسلحه والذخيره المقدم عادل الشافعي، وابني المقدم عبد الرحمن من عبد العزيز حجازي. الحمد لله احنا بنحب الجيش المصري والشرطه المصريه والجيش والشعب المصري، كله شعب اصيل بيعرف حقوقه وبيعرف التزاماته وبيعرف اللي عليه. الدستور التعديلات الدستوريه التعديلات الدستوريه كانت بنسبه 25% للسيدات في البرلمان، ايه رايك في التعديل ده؟ جدا. هو من اول ما مسك الحكم هو بيرعى المراه، وانا طلعت الام المثاليه على مستوى محافظه القاهره السنه دي، وكرمني المحافظ اللواء محافظ القاهره اللواء خالد ماشي فندم. كلمة للرئيس. نعم. كلمة للرئيس دلوقتي. احنا كلنا بنحبه وربنا يديله الصحة ويقويه ويخلي المشاريع اللي بيعملها أكبر وأكبر إن شاء الله. مصر كلها بخير وتحيا مصر إن شاء الله.